يا لعاب مش عارف يقول ايه. انا كنت في تنصيص امبارح الوصله بتاعت 15 بيت. بعد ما عدينا المخرج بتاع السلفيه وصلنا الى عربيات الشرطه من ورانا، عربيات الشرطه في رمسيس اللي قدام بيضرب واللي ورا بيضرب، الاثنين بيضربوا. حاولنا نرجع، الناس رفعت ايديها، عربيات الشرطه اللي في الظهر زادوا الضرب. بينا ننزل من مخرج السلفيه لقينا البلطجيه قاطعين الطريق، فاصبحنا في كماشه والغازات عماله تيجي. يعني انا واحد بصيت لي العينيه مش شايف وصدري ابتدى مش عارف اتنفس وفي حرقان في الظهر. فضلنا واقفين والناس اللي بتجري ولا او اهل السلفيه انا مش عارف، ولكن طبعا كانوا طالعين بالسلاح وبالقصي الحديد وكل حاجه وقعدوا في الارض. شوف بقى قعدوا في الارض بالامر، طبعا الناس قعدت في الارض وانا قعدت في الارض. وبعدين قالوا ما تخافوش احنا هنخرجكم. ونزلنا تحت وقعدنا على جنب كده نستريح، والله لقيت طياره هليكوبتر عماله توطى لحد ما تقريبا بقت على سطح المنزل، وابتدى القناص من قلب الطياره يضرب في الناس. فالحقيقه انا يعني معايا بعض الزملاء ما بقتش عارف يعني هو اللي بيحصل ده اللي بيحصل ليه. الجيش طالع يضرب طيارات الهليكوبتر، المتظاهرين السلميين في الشارع، امر عجيب الشكل. يعني انا ما بقتش مصدق. الواحد في ثوره 25 يناير انا بسافر في بعض الاحيان، فكان بعض الاخوه العرب من اماكن مختلفه يعني يقول له انتوا هتعملوا ايه؟ اقول لهم لا ما تخافوش، الجيش بتاعنا جيش حر، الجيش بتاعنا جيش وطني، لا يمكن هيضرب زي القذافي. ولكنها واضح انها كانت تمثيليه متفق عليها من 25 يناير بترتيب المشير حسين القرطاوي وتسليمه للمجرم السيسي، وكانت تمثيليه فعلا تمثيليه ضحك علينا فيها وصدقنا ان فعلا مصر بقى فيها حريه وبقى فيها ديمقراطيه. الاخوان اخطاوا في بعض الامور، ما حدش يمكن كانوا بيعملوها يعني تعطيل المصالح و كل دوت كان بفعل فاعل بحيث ان الناس تحس فعلا ان العالم دي ما ينفعش. وطبعا الحمله الاعلاميه الرهيبه اللي موجوده وما زالت هذا ليها دور. الزملاء اللي كانوا محجوزين في كليه الهندسه في اثناء فرض اعصام النهضه كلمنا المحافظ لانه زميل وقدر هو ومدير الامن يروح يخرج الناس، هو ومدير الامن. وبعد ذلك تم حرق مبنى في الكليه وسرقه احد المباني، يقوم يطلع الاعلام يقول ان الاخوان حرقوا المبنى اللي في الكليه تحت اشراف فلان الفلاني اللي هو زميل كان محتجز داخل الكليه. امر عجيب جدا، احنا خرجناهم فعلا، الكلام ده اتقال على التلفزيون تحت رؤى وعين مدير امن الجيزه. طب ازاي بقى هم حرقوا المباني؟ واخد بال حضرتك المحافظ ومدير الامن، ازاي حرقوا المباني؟ وازاي مدير الامن هيطلعهم؟ يعني امر اصبح يعني الحقيقه الواحد مش قادر يفهم هؤلاء اللي قاعدين قدام التلفزيونات يتحدثوا ازاي بيقبلوا على نفسهم هذا الكذب. امبارح يقولوا مبنى المولين العرب ومش عارف مبنى فين، الاخوان حرقوه علشان النهارده يطلع القرار اللي انا لسه سامعه ان الاخوان جماعه ارهابيه وبالتالي يجب سحلهم من هذا الوطن. احنا الحقيقه مش عارفين احنا رايحين على فين، ولكن كل اللي نقدر نقوله احنا نفضل كشعب مصري سلمي مش مسالم، سلمي علشان ربنا سبحانه وتعالى شايف نياتنا وشايف اعمالنا، وباذن الله هننتصر، وباذن الله هؤلاء الخونة المتكبرين ربنا هينتقم منهم وهنشوف فيهم يوم اسود من دوام الشغل. الدكتور محمد شرف وهو يلقي كلمة جبهة الطبيعة.